هل وصلك جهاز الهاند هيلر ولست ملم بالطريقة المثلى لاستخدامه؟ بالرغم من استخدامك لجهاز الهاند هيلر لم تلحظ أي تطورات؟ نحن مجموعة طالبات من كلية الصيدلة، وفي هذا الفيديو سنستعرض جهاز الهاند هيلر. تستخدم كبسولات سبريفا للسيطرة ومنع الصفير وضيق التنفس المصاحبين عادة لأمراض الرئة المزمنة. يحتوي البخاخ على مادة فعالة تسمى بالتايتروبيوم، تعمل على توسيع طويل الأمد للقصبات الهوائية. هذا الدواء متوفر على شكل كبسولات. هذه الكبسولات ليست للبلع، تأخذ كبسولة واحدة مرة يوميا عن طريق بخاخ الهاند هيلر. بخاخ الهاند هيلر مخصص لهذا الدواء، يساعدك على استنشاق المادة الفعالة. قبل التعرف على طريقة استخدام البخاخ، لنتعرف على أجزاء البخاخ. يتكون الجهاز من 1- الغطاء، 2- فوهة الفم، 3- القاعدة، 4- زر الثقب، 5- الحجرة المركزية. كيفية استخدام الجهاز؟ لتحرير الغطاء، قم بضغط الزر الأخضر إلى الداخل ثم اترك. قم بفتح الغطاء عن طريق سحبه إلى الخارج، ثم قم بفتح فوهة الفم عن طريق سحبها إلى الخارج. لتجهيز الجرعة، يرفق مع الجهاز كبسولات على شكل شريطين يفصل بينهما خط من المنتصف. افصل جزئي الشريطين بتمزيقه على طول هذا الخط. قم بإزالة الغطاء المعدني للشريط مباشرة قبل الاستخدام باتجاه السهم الموضح على الشريط حتى تنكشف الكبسولة بشكل كامل. في حال تم الكشف عن كبسولة أخرى، يجب التخلص منها وعدم استخدامها. قم بإخراج كبسولة واحدة من مكانها. أدخل الكبسولة في الحجرة المركزية بشكل عمودي. قم بإغلاق فوهة الفم بعد إدخال الكبسولة جيدا حتى تسمع صوت نقرة، ثم اترك الغطاء مفتوحا. قم بإمساك الجهاز من القاعدة حيث تكون الفوهة إلى الأعلى. قم بالضغط على زر الثقب مرة واحدة ثم اطلق. الضغط على الزر يتسبب بإحداث ثقوب في الكبسولة ليطلق منها البودرة والتي سيتم استنشاقها. إذا كنت تشعر بضيق في التنفس، قم بالسعال قبل استنشاق الدواء لإفراغ رئتيك، ثم قم بالزفير بعيدا عن فوهة الفم. قم برفع رأسك إلى الأعلى، ضع البخاخ في فمك بحيث تطبق بشفتيك حول فوهة الفم. قم بأخذ نفس سريع وعميق عن طريق الفم وليس الأنف. احبس نفسك قدر المستطاع، ثم استكمل تنفسك الطبيعي. قم بإزالة البخاخ من فمك. بعد الانتهاء من أخذ الجرعة الموصوفة، افتح فوهة الفم. تخلص من الكبسولة الموجودة داخل حجرة الجهاز دون لمسها. في حال لمسها، اغسل يديك جيدا ثم أغلقه للتخزين. متى وكيف يجب تنظيف جهاز الهاند هيلر؟ من المهم أن تقوم بتنظيف جهاز الهاند هيلر مرة في الشهر. افتح الغطاء وفوهة الفم، ثم اغسل حجرة الدواء بماء دافئ للتخلص من البودرة المتبقية. جفف البخاخ بشكل جيد واترك الغطاء وفوهة الفم والحجرة معرضة للهواء لمدة 24 ساعة حتى تجف. وفي الختام، نتمنى أن يكون هذا الفيديو مثري بالمعلومات.